عاصمة الأوراس باتنا، قبلة السينما العربية ونجوم الفن السابع من الجزائر والعالم العربي. أكثر من 29 فيلما سيتنافس على جوائز الطبعة الثانية من مهرجان إمدغاسن الدولي المنتظر أن يضخ دماء جديدة في شريان السينما وينعش البساط الأحمر. تظاهرة هي الأهم شيء فيها أن الجمهور يكتشف الأفلام التي تقدم في كل العالم، وشفنا باللي البرنامج هو برنامج زاخر، في أفلام من روسيا، في أفلام من إيران، في أفلام من كل بقاع العالم، في أفلام جزائرية. هالتظاهرات أنه تصالح الجمهور مع قاعات السينما، لكن الضروري أن ننتج أفلام سينمائية. ومن فلسطين مشاركة. السينما السورية الحاضر الأقوى في فعاليات المهرجان بنجوم الشاشة الدرامية، لكن الوزن الثقيل في عدد الأفلام المشاركة حصدته السينما الإيرانية بعشرة أعمال تنافس على الدرع الذهبي للمهرجان. أجمل حاجة أن الواحد يتكرم في بلده، والجزائر بلدي وبتكرمني، فأنا فخور بهذا التكريم. الجزائر هذا البلد المحب لمو بس السوريين، لكل الناس، أكيد مو شيء غريب، ويعني هو أكيد كتير اعتزاز، لأنه الجزائر شعب ما بعرف شو بدي اقول لك، شعب بجنن. كل الاسطر السياسيه تكتب وتنتهي صفحاتها، الا الثقافه ستستمر وتستمر وتستمر. واجمل ما في سوريا هو بقاء التنوع، هذه غزاره الفسيفساء السوريه اللي فيها ثقافه هائله جدا. نحن امه عربيه، لابد ان نتوحد بعد هذا الشتات الذي حدث. فلهذا مهرجان إمدغاسن يكرم السينما السورية، وأتمنى أن يعود مهرجان دمشق السينمائي إلى سوريا الحبيبة.